لا ما كاين لا ازعاج لا والو، فقط يعني كاين شويه ديال الوسخ تما، كاين تلوث يعني بحكم ما عندهمش هما لي تواليت، ما عندهمش يعني البلاصه لي بوبيل، ما عندهمش هذا، يعني غيضطر انه يرميو داك البقايا ديال الماكله ديالهم من كل شيء، يعني من الفضلات كل شيء كيبقى تما. واش شي تقدر تاخذ معلومات اكثر مع الساكنه اللي ساكنه بحكم عندي انا غير محل، تاخذ معلومات من الساكنه يقدر توصلهم الريحه، توصلهم بزاف الحوايج، ولكن من ناحيه التحرش ولا العنف اللفظي ولا الجسدي ما كاينش، ما كان ما عمرهم تحكم مع شي واحد هنايا، يعني الناس زوينين مسالمين، الا كان شي حل سلمي غيكون افضل، ما غاديش يظلموهم في الحقيقه، يدير لهم شي بلاصه ديالهم وياكلوهم يشربوهم داكشي اللي تقدر دير معاهم اي جمعيه ديال حقوق الانسان. كاين تقريبا شي 50 ولا 60 كاع تقريبا. كي هما ما كيتحركوا بالنهار، تقدر تدخل ما تلقاهمش، كيخرجوا يقلبوا يخدموا حماله هنا في السوق، بزاف الحوايج كيديهم شركات يخدموا معاهم تمايا في المصانع ديالهم، يعني بالنهار اولا نقدر نقولوا بالسيمانة اولا. وهما انا قلت لك نقيين، انت ما عندكمش معاهم مشكل؟ لا ما كاينش حتى مشكل، حنا بالعكس انا كنشوفهم خاصهم يكون عندهم افضل من هذا الشيء، يعني هما براسهم تمايا راه ما كيتعذبوا، هي جايه الشتا جايه البرد، وهذا الشيء اللي نقول لك.